25 نجم، في اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه التاسعه، موعد جديد من غونيفونوف وعوده على ابرز المستجدات والاحداث والتصريحات بحضور كل من ناجي الزعيري. اهلا وسهلا بكم سانور، مرحبا. لطفي العماري، مرحبا مليك، مرحبا بك. وخليفه بن سالم، مساء الانوار، مرحبا بكم جميعا. ضيوفنا الليله يكونوا على التوالي حافظ بوقره، كاتب عام الجامعه العامه لاعوان العدليه واملاك الدوله والملكيه العقاريه، لكن ايضا في الجزء الثاني يكون ضيفنا حمّى الهمامي، امين عام حزب العمال، وعده مواضيع معه على طاوله النقاش. خلينا نبدا بابرز الاخبار. أصدر اليوم بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 50 مؤرخ في 24 جانفي الجاري، ينص على إنهاء تكليف نادي عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي. الإقالة يقول حسب الأمر الرئاسي هذه، لكن استقالة تكتب في تدوين النادي عكاشة، أثارت الكثير من الحبر وبرشة تصريحات في هذا الصدد. وتعليقا على الاستقالة هذه، شيقول المستشار السابق لرئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب يقول أن نادي عكاشة تتحدث وكأنها مساعدة الرئيس، في حين أنها موظفة سامية تعمل تحت أمره. أظن أنه من السابق الأوان وأنا نعلق على الاستقالة هذه، لكن عندي بعض الملاحظات. أولا شيء ملفت للنظر، وأنه جي تدوينة للسيد عكاشة تقول فيها لكنني اليوم أمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلة. أظن أنه في 2019 الشعب انتخب قيس سعيد، ما انتخبش نادي عكاشة، وإحنا هنا نراوها تحكي كأنها رئيسة مساعدة ولا مساعدة الرئيس، معناتها في حين وأنها هي موظفة سامية تدير الديوان الرئاسي تحت أمر رئيس الجمهورية، ولهذا شيء من التواضع معناتها باش نجم نقدمه في البلاد، معناتها شيء مؤسف جدا، وأن ناس ولا تقيس في بعضها بالطريقة هذه. الموضوع الثاني، بالنظر العديد المسائل اللي طرحت على القضاء فيما يتعلق بالسيدة نادي عكاشة، هذا باش يكون امتحان للقضاء باش يبرهن على استقلاليته، امتحان للسيد الرئيس باش يشوف هل القضاء هذا مستقل والا لا. فما قضايا تم اشخاص، وقضايا تم امن الرئيس، وقضايا تم امن الدوله، لابد من ان نسمعوا القضاء، وارجو ان نسمعوا القضاء، ما نسمعوش سافرت لفرنسا والا تواصل ما تحضرش في الجلسات. هذا فعلا سيكون امتحان للقضاء ولرئيس الجمهوريه. الموضوع الثالث، انا كي نشوف الاستقالات هذه المتتالية فيها تبعات مالية لتثقل كاهل الصناديق الاجتماعية، هذا كلهم اللي عدي عامين يخرج بانتريت نتاع وزير، اللي عدي عامين يخرج بانتريت نتاع كاتب دولة، هذا نزيف. إن شاء الله السيد الرئيس يتفطن الهدايا، هو الغيور على المال العام باش يوقف النزيف هذا. أو في نفس الموضوع، التعليق المرة هذه يجي من سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق بتونس في تغريدة مقتضبة ليه على تويتر في صفحته الرسمية مساء أمس. يقول ويشير إلى وجود تطور مهم في تونس. هذا وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر سياسي ما كشفتش على الهوية متاعو، أنه مديرة الديوان الرئاسي قدمت استقالتها بسبب اختلافاتها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حول مسألة دعمه لقرار وزير الداخلية بإحالة 6 من كبار المسؤولين الأمنيين على التقاعد الوجوبي، بما بيناتهم رئيس استخبارات سابق. ومش نواصلوا بعد شوية مع تصريحات عبد اللطيف المكي أيضا في تعليقه على الاستقالة هذه أو الإقالة، لكن قبل ذلك نتوقفوا من حيث الشكل. ما صدر في الرائد الرسمي لطفي، هي البارح تقول استقالة، اليوم نشوفوا أنه إنهاء تكليف مهام، يبدل حاجة هذية في المعطيات حول أسباب الاستقالة؟ هو في النهاية ما يبدل شيء، لكن يعطي فكرة على الأجواء والمناخات السائدة في قصر رئاسة الدولة، قصر معناها يتسم بالتكتم الشديد وبالصمت المطلق. رئيس دولة طيلة عامين ونصف يتحدث عن الغرف المظلمة، اليوم نراجد أنفسنا أمام قصر مظلم لا نكاد نتبين منه أي معلومة. شيء اللي خلى استقالة سيدة نادي عكاشة تصبح حدث وطني
وحتى حدث دولي كنت وأنت تقرأ لنا في تدوين السفير الأمريكي السابق وأيضا رويترز المقال اللي هبط فيها. أما بعض المعطيات ربما التي استطعنا أن معناها نتحصل عليها أنه منذ 25 جويلية بدأ البرود يخيم على علاقة السيد الرئيس بالسيدة نادية عكاشة، وبدأت العلاقة تتغير. قبل 25 جويلية كانوا يتحدثوا أكثر وكانوا خاصة يتشاوروا أكثر، بعد 25 جويلية الرئيس ما عادش يتشاور برشا مع نادية عكاشة. في الأيامات الأخيرة توترت العلاقة لدرجة أنه منذ يوم الخميس الفارط انقطعت الاتصالات تماما بين السيد الرئيس والسيدة نادية عكاشة، وحصلت قطيعة وصفر اتصال مباشر أو عن طريق الهاتف. بدأت السيدة نادية عكاشة تستشعر أنه أيامها أو حتى ساعاتها أصبحت معدودة داخل القصر، ثم بلغها من داخل القصر أن الرئيس بصدد تحبير قرار أعفاء، فسارعت بكتابة استقالتها وغادرت. هذا يفسر تسريب نص الاستقالة المكتوبة بخط اليد البارح لطفي؟ هذا ما يفسر تسريب نص الاستقالة. والسيدة نادية عكاشة حسب أقرب المقربين إليها تقول أنها شعرت بارتياح كبير وهي تمضي على قرار استقالتها وتغادر القصر، واعتبرت بذلك بمثابة التحرر، معناها ألسي ليبيري، مما ربما كانت تعيش على امتداد وجودها في القصر. وقالت أنها ما تحبش تتحمل مسؤولية خيارات هي ليست منسجمة معها ولا تتفق معها. به إبداء الرئيس، سمحني لطفي، في مسألة الخيارات، حتى كي نرجع للي قالوا لتصريح سي طبيب، يقول لك ما هوش من مهامها أنها تتحدث وكأنها مساعدة للرئيس، وبالتالي هناك مواقف سياسية ربما يمكن أن تصدر عنها، هي فقط موظفة سامية تعمل تحت أمرة رئيس الجمهورية ولا حق لها في أداء أو إبداء رأي سياسي في مواضيع سياسية. كلام جد معقول لو أننا أمام رئاسة جمهورية تشتغل وتؤدي بالشكل التقليدي والكلاسيكي الذي عاهدناه، لكن مع السيد الرئيس قيس سعيد وفي ظل تركيبة غير مألوفة للديوان الرئاسي، نحن نتحدث عن تقريبا 4 أو 5 مستشارين لا يكاد يكون لهم الحضور الكبير، وبالتالي من هنا صارت أهمية منصب السيدة نادية عكاشة. ومكانة السيدة نادية عكاشة لم تكن فقط مجرد موظفة أو إطار أعلى في رئاسة الجمهورية، كانت شديدة الحضور وكانت تقريبا الصندوق الأسود لرئيس الجمهورية. لم تكن مديرة ورئيسة للديوان فقط، كانت هي مديرة مكتب رئيس الجمهورية. تكون أنت مدير المكتب تكون على اطلاع لا فقط على كل الملفات لها علاقة بالدولة التونسية، وإنما حتى على خصوصيات الرئيس اللي هو قيس سعيد. ومن هنا كان جات مثلا رئيس الدولة عنده مجموعة من كبار المستشارين كما عهدناه مع كل الرؤساء اللي مروا على تونس، وكانوا يشتغلوا معنا حسب الملفات ويحضروا الجلسات. مثلا إذا في مجلس الأمن القومي يحضر مستشار الأمن القومي، إذا ملف الصحة يحضر مستشار الصحة. هذا كله ما صارش مع السيد الرئيس. كانت السيدة نادية عكاشة هي تقريبا نائبة الرئيس في تونس وكانت حاضرة بقوة. من هنا يجي التعاطي حتى مع استقالتها مختلف عن التعاطي التقليدي الكلاسيكي اللي أشار له السيد رؤوف طبيب. عبد الرؤوف بطبيب، أو باش نرجع بعد شوية على زيادة تصريح عبد اللطيف
في المكي، لكن تقريبا وقت اللي نرجعوا ناجي حتى الاستقالات اللي عدتها أنت البارح، تقريبا نحكيوا على 19 استقالات داخل رئاسة الجمهورية، الكل سمعناهم بعد استقالتهم تقريبا يخرجوا يحكيوا على اللي ما عجبهمش، على اللي دفعهم للاستقالة والخروج ومغادرة قصر قرطاج. ننتظر ربما أنه نادي عكاشة أيضا تصرح بالأسباب التي وصفتها باختلافات كبرى في وجهات النظر وجوهرية تخص المصلحة العليا للوطن، قبل ما وهي التي سمعناها قليل ما سمعناها تتحدث. قبل ما جابك على السؤال، برح احنا اختلفنا هل هي استقالة أم إقالة، أم دفعت السيدة نادي عكاشة للاستقالة من خلال الأمر اللي خرج في الرائد الرسمي، هو إنهاء مهام وليس إعفاء. يعني هذا ما يرجح أن المسألة تتعلق باستقالة، استقالة إرادية، قرار اتخذته السيدة نادي عكاشة، ويبدو أنه حسب ما قيل أن القرار هذا مش جديد، القرار كان يعني كانت تفكر فيه منذ تقريبا شهرين، والكلام المعطيات لعطاء لطفي قريبة برشا للصحة، وهذا طبعا دخلت فيه برشا عوامل وبرشا أسباب لجانب الأسباب اللي حكيتها لطفي، فما أسباب أخرى تتعلق بخلافها مع وزير الداخلية الحالي، والخلاف يعني كان في جانب منه حول إقالة أو إعفاء أو إحالة بعض الكوادر الأمنية في المدة الأخيرة على التقاعد الوجوبي، ومنهم سفير تونس في البحرين، اللي خرجوا اللي استقالوا من رئاسة الجمهورية تقريبا ما تكلموش ما عدا شخصين، بدرجة أولى عبد الرؤوف بطبيب اللي كان تقريبا رفيق درب رئيس الجمهورية قيس سعيد، واللي مش خرج وتكلم فقط لكن انضم أصبح إلى معارض خصوم قيس سعيد، وأصبح يتحدث يعني يعبر على موقفه الرافض للتمشي اللي مشى فيه رئيس الجمهورية، وعبر على هذا خاصة في المسيرات والمظاهرات الأخيرة، وانضم إلى حتى إلى اعتصام مواطنون ضد الانقلاب. رشيد النايفر اللي كانت مستشارة إعلامية تحدثت أيضا، لكن يعني بشيء من التحفظ، لكن تحدثت نسمعتها في تقريبا زوز مناسبات عالمية، تحدثت على الأسباب اللي دفعتها إلى الاستقالة. كل هذا ملاك يعني حقيقة قاعد يغطي على أشياء أخطر بكثير، اللي هي التقرير اللي صدر على البنك الدولي اليوم واللي تنقلته بعض وسائل الإعلام، يعني فيه تحذير خطير جدا من البنك الدولي، اللي يقول فيه صراحة أنه بالنظر إلى نقرأ في الفقرة الرئيسية والمهمة جدا في التقرير هذا، اللي يقول البنك الدولي أنه بالنظر إلى استحالة حصول تونس على تمويلات خارجية في الأسواق الدولية والانخفاض المحتمل للمدخرات، يقول أن الحكومة اليوم مطالبة بالتحرك الفوري لتفادي أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية ستتحول إلى أزمة اجتماعية. يعني هذا الكل يعني الحقيقة ما تمنيتش أنه تاخذ الاستقالة معناها هالحجم الكبير هذا، والحيز معناها الإعلامي الكبير والجدل الكبير، ونسينا ما هو أهم، نسينا ما هو أخطر، وهو أن النقاش الاقتصادي. تونس اليوم مهددة فعلا ب ما نحبش نقول إفلاس لأنه الكلمة كبيرة برشا، لكن شبح الإفلاس يخيم على الدولة التونسية. ودايوغ البنك العالمي يقول لك من الضروري إصلاحات هيكلية لضمان انتعاش الاقتصاد التونسي. وهنا مربط الفرس، لأن الحكومة اليوم إلى حد اليوم احنا توا معناها قريب معناها يوفى شهر جانفي، ونعرفوا لي الموعد الحاسم لتقديم وثيقة إصلاحات إلى صندوق النقد الدولي إذا ما تكون معني قبل مستهل شهر مارس، لليوم ما فما حتى شيء، فما حتى معطى. اللي خلينا زادة نحكيه هي ردود الفعل السياسية حول الاستقالة هذه، والتصريحات اللي بدأت حتى مع غازي الشواشي اللي كان حاضر معنا وعلق على نفس الاستقالة، لكن أيضا عبد اللطيف المكي اللي يقول أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد اعترض على قرار لوضع الغنوجي في الإقامة الجبرية، هذا تصريح أول. ثم برشا لوبيات الآن تخدم للرئيس، وهي تران اللي متخبي وراء تران متاع الرئيس، أنا أقول لك،
والاستقالة نتاع البارح نتاع مدير الديوان سيد قيس سعيد هي نتيجة لذلك، وهي بيضها قالت في الوعد، قالت سما اختلافات جوهرية، بالتالي شقوق هذه تعمل عملية وبرغت عليها، وكانت موجودة قائمة نتاع إقامة جبرية، اللي خرج أنه كانت موجودة قائمة نتاع إقامة جبرية، وبل حتى رئيس البرلمان حبوا يحطوه في الإقامة الجبرية بعد يومين أو ثلاثة من وضع نور الدين البحيري في الإقامة الجبرية، إلا أنه يقال أنه السيد قيس سعيد اعترض. إيش معناه؟ معناه الناس هذه عندها لجندة الخاصة متاعها متغطية بالسيد قيس سعيد، وعندها لجندة الخاصة متاعها ماذا بيه قيس سعيد تخدم بيه أكثر من يمكن الأهداف متاعها، تضرب بيه خصومة. هذا تصريح أول. تصريح ثاني أيضا لعبد اللطيف المكي يقول أنه نادي عكاشة عملت خيط عبر وساطة ما برئاسة البرلمان بعد 25 جويلية. لا أقدر أن هي لا باش تطلب وضع رأس الغنوش تحت الإقامة الجبرية، وأنا نأكد لك أنها عملت خيط عبر وساطة ما برئيس البرلمان بعد 25 جويلية، وبالتالي ما نتصورش هي اللي تطلب، بل بالعكس نتصور جهة أخرى هي اللي طلبت، ولكن يحبوا يمسحوها فيها هي. أتصور أن جهة أخرى في السلطة هي اللي من مصلحتها باش يقع أحداث مزيد من الأزمات السياسية في البلاد. في تدوين ليه على الفيسبوك، المستشار الإعلامي لرشد الغنوشي وسيم الخضراوي يرد على تصريحات عبد اللطيف المكي بخصوص محاولة نادي عكاشة التواصل مع رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته أو أشغاله بعد إجراءات 25 جويلية. يقول هذا يراه الكلام غير صحيح، أو ربما كان يتواصل معها ويعتبر نفسه الوسيط لكن دون علم رئيس المجلس. التالت المواقف والتصريحات ما بين الداخل وما بين الخارج من السفير الأمريكي السابق إلى عبد اللطيف المكي والمستشار الإعلامي لرشد الغنوشي، كيفاش تقرأ مختلف هذه التصريحات تخليفة؟ شوف ملاك، أنا كي نشوف استقالة أو إقالة أو نهاية مهام لمدير ديوان رئيس الجمهورية، ونتخذها نحن في الإعلام أن نتفاهم الموضوع هذا أنه ممكن يشد نهار اثنين ثلاثة لغياب حتى الأخبار والحركية السياسية مفقودة، يعني ما ثماش ديناميكية في الحياة السياسية قد نتفهمها، ولكن قد يتحول الموضوع من السفير الأمريكي السابق ويتحدث عن تطور مهم في تونس، نقاوها في رويترز، نقاوها في أكثر من وسيلة إعلام دولية، كانوا استقالة لافروف في روسيا، أنا مش فاهم شنو الوقع، يعني وكان استقال الرئيس مانيش يعمل، ماهوش بمثل الأهمية اللي موجود انقلاب في بوركينا فاسو ولا غيرها، مدير ديوان في دولة إفريقية من العالم الثالث، صغيرة ماهيش محددة حتى على المستوى الاستراتيجي، أما نفهم هذا أنا في اعتقادي، هناك مسعى واضح لتدويل الخلافات السياسية في تونس، وهناك من يستطيع أن يجعل من هذه المشكلات، هي أكيد ثمة مشكلة، واحد استقال في مهام منصب وزير أو مدير ديوان ولا غيره، هناك مشكلة بالضرورة، ولكن وقت يتحول هذا الموضوع كأنه كانت حاملة للزر النووي في دولة نووية، أو كأنها كانت تتحكم في المشهد السياسي وفاعلة بطريقة ما نعرفش، يصبح موضوع قريب يتناولوه في مجلس الأمن، نفهم أنه هناك مسعى ونجح هذا المسعى على فكرة في تونس في جعل الشأن التونسي شأنا دوليا وإقليميا، نبني عليه اللي قالوا ناجي قبيلة في علاقة بالبنك الدولي، نبني عليه في علاقة ما أسميها أنا على الدوام حصار مالي للدولة التونسية، وضمور على مستوى الفاعلية الدبلوماسية التونسية والتسويق لإجراءات رئيس الجمهورية ما بعد 25 جويلية، تطور تقريبا المساحة الإعلامية والدعائية لخصوم الرئيس في الخارج، هناك مواقف واضحة مما يجري في تونس ومطالبات واضحة شفناها من فرنسا من المفوضية الأوروبية من الولايات المتحدة الأمريكية على جهة موضوع خارطة طريق ومستقبل الديمقراطية والانتخابات في قادم الأيام، يتنزل هذه الاستقالة في ضمن هذا السياق لتتحول موضوع كبير، وقد نجد موضوعات أخرى في قادم الأيام وتتخذ كمواضيع لطبعا زعزعة خيارات الرئيس في هذا الجانب، ما نعرفوش رئيس الجمهورية كيف سيتفاعل مع هذه الوضعية، حب ولا كرهنا هذه الوضعية صارت كما قلت لك شأنا يتداول على المستوى الخارجي كما هو على المستوى الداخلي، والتركيز الخارجي لاحظت على موضوع الاستقالة أكثر من تركيز الأطراف السياسية نفسها في تونس، معظم الأطراف السياسية تتحدث في النهاية استقالة مدير الديوان رئيس الجمهورية، أخي قبل ما استقلوش مديري الدواوين رئيس الجمهورية السابقين، حكاوا على رضا بالحاجكي استقال أو على سليم العزابي أو على
عزيز كريشان وقت استقال مستشار رئيس الجمهورية. تقريبا لأنه هنا نحكيو على المرأة التي أثارت جدلا كبيرا في الرأي العام، المرأة اللي تقريبا المرأة الثانية هي داخل قصر قرطاج، مدى تأثيرها داخل القصر. هذا الكل موجود، هذا اللي حكينا عنه موجود، ولكن لا أعتقد لديها من التأثير أو من عدمه الشيء المهم في مستقبل البلاد. مشاكل مستقبل البلاد معروفة، عندها ضلعتها التاريخية، المنظمات الاجتماعية، الأحزاب السياسية، رئيس الجمهورية. شوف الاستقالات اللي حكى عليهم خليفة عزيز كريشان ولا ثلاثة أو أربعة رؤساء دواوين مع الباجي قائد السبسي لم تثر أي تعليق لدى الرأي العام التونسي، معناها فضلا عن الرأي العالم. علاش توا إذا؟ علاش معناها ياكش؟ كنا في نظام سياسي بسلطات ثلاث، وكانت رئاسة الجمهورية بصلاحيات محدودة جدا، وكنا مع الباجي قائد السبسي الله يرحمه في أتعس الحالات أمام أداء رئاسي عادي وتقليدي. اليوم تصبح هذه المرأة بهذه الأهمية عندما تجمعت كل السلطات وأقفال مفاتيح البلاد عند السيد الرئيس، وبالتالي وكأنها السيدة هذه تقاسمت مع السيد الرئيس كل هذه السلطات، أحببنا ذلك أم كرهنا. من هنا تتأتى أهمية هذه الاستقالة. ذاك علاش اليوم تاخو في البعد هذا، لأنه رئيس الدولة اليوم هو الحاكم بأمره، وهي صندوق أسراره، هي رئيس ديوانه، هي مستشارته، هي مساهمة في الأحداث الكبرى، وخاصة في 25 جويلية. من وجهة النظر الخارجية يعني الموقف وقت نقولوا السفير الأمريكي، كان علاش يبني السفير الأمريكي في علاقة بنادي عكاش؟ كان على نعرف المشهد الداخلي ممكن يتحدث عنه. لو كان الأداء الرئاسي واضح في تعامله مع الإعلام الداخلي والإعلام الخارجي، وكان كل شيء معناها بالمكشوف، وكان الرئيس يطلع ويتحدث ويشرح سياساته الداخلية وتوجهاته حتى الخارجية، لما اكتسبت هذه الإقالة أو الاستقالة كل هذا البعد. أما عندما نكون حيال قصر مظلم لا يتسرب منه شيء، رغم أنه رئيس القصر يحكم البلاد شمالا وجنوبا غربا وشرقا، وقتها تولي أي معلومة، فما بالك باستقالة السيدة الثانية في القصر أو نائبة رئيس الجمهورية في بلد على رمال متحركة، الواد داخل منشغل ومتحير عليه، والخارج كيف كيف، أي حركة أي استقالة تأخذ هذا البعد. يمكن توا الأنظار متجهة، كيفاش مدير ديوان يتحول إلى نائب رئيس الجمهورية؟ نحب أرى موظف مدير ديوان، ترى موظف راهي ماهيش بوست بوليتيك يا لطفي، اعلاميا ماهيش ماهوش دور سياسي. نحكيو على استقاله رشيده النيفر ولا قاسم ولا اسماعيل الخليني، هي هو علاش لا، لان جات في الخلاف السياسي بين رئيس الجمهوريه وخصومه السياسيين، واستطاع الخصوم السياسي نجحوا على رئيس الجمهورية في تحويلها الى موضوع سياسي. يلا ونغلقوا القوسين خاطر عندنا اخبار اخرى. ماناش نحكيوا على شخصيه عاديه، الكلام اللي قالوا لطفي انا متفق معه تماما. نادى عكاشة ما كانتش شخصيه، ما كانتش مجرد موظفه في قصر قرطاج، كانت رقم اثنين في قصر قرطاج، كانت تلعب دور سياسي. طبعا كانت تلعب مش دور سياسي، كانت تلعب في ادوار سياسيه الى جانب خطتها وظيفتها كمدير الديوان وككاتمه أسرار القصر وأسرار رئيس الجمهورية. كانت يعني السيدة نادي عكاشة تحضر في كل المجالس الوزارية ومجالس الوزراء، وبما فيها اجتماعات مجلس الأمن القومي، بما يعني تقدم فيه من أسرار تتعلق بالأمن القومي، وكل زيارات رئيس الجمهورية كانت ترافقه سواء البرة ولا الداخل. يعني شخصية غير عادية، مانيش نحكيه على يعني على مستشار يعني مكلف بخطة معينة، يعني عنده تاش معينة، لا. نادي عكاشة مدير ديوان، كان ايه مش مجرد ديوان، مش مدير ديوان عادي. لمعلومات خليفة مثلا مدير ديوان التقليدي ما يرافقش رئيس الجمهورية في زيارته الخارجية، هذا قبل الثورة. لا 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 لا، بعد الثورة مديرين دمويين، مديرين دمويين عملوا كل الأدوار اللي ما توقفوهاش، وغير مسميين يعني عادي، يعني كان عندها منصب غير عادي وأخذت مكانة غير عادية. كانت منصب مهم عكاشة، ولكن ما نعتقدش شد البلاد. ما أنا توا مشينا احنا يتامى توا الدولة مش مع بعضنا، خاطر هكا ما نسمعوش بعضنا. يفضلكم، راهو ثم معطيات، راهو ما يمنيش من كره حتى حد.
تم معطيات متداولة عنا على الأقل احنا كإعلاميين نتبع في الكواليس. نادي عكاشة كانت يعني تساهم في بعض ال ال ما نحبش نقول ألعاب سياسية لكن بلغتنا العامية الأطراح السياسية. مؤكد هذا ما معنى الكلام سمحني هي وراء تعيين سمحني سمحني هذا فقط مش هذا فقط يا خليفة. لا كي أخو جدل يولي دولي معناها ما معنى في علاقة باستحقاقات المرحلة للأسباب اللي ذكرها لطفي الكلام اللي كان يحكي فيه توا عبكي في المكة داخل القصر رئيس الجمهورية لا يدلي بتصريحات للإعلام ما نشوفوش في حوارات المعطيات اللي كان يتحدث عليها عبتي في المكي معطيات على درجة كبيرة من الخطورة اللي كذبوا فيها دا يوغ مستشار الإعلامي لرشل الغنوش بيه ايه عبتي في المكي يا اخي شو معناها من مناظر صغير مازال كنتماء لحركة النهضة البارح في الأيام ما نعتقدش أنا عبتيف المكي بجلالة قدره معناه وهو ما هو شو جلالة قدره؟ يعني قيادي من الصف الأول هي قيادي يعني قال معلومة غلط المعطيات اللي يقولها يا الخيط هذا شبيه ما حكاش عليك نادي عكاشة في القصر إيه هو تو هو احنا تو كنا نحكي علاش ما يصدرش تكذيب أو نفي للكلام هذا هو نفاه المكلف عند رشد الغنوش مانيش نحكي على رشد الغنوشي أنا نتحدث على رئاسة الجمهورية يا خليفة هذا موضوعها رئاسة الجمهورية يفضلكم يفضلكم يا رجل يقول لي عبتي في مكي عبتي في مكي شو عبتي في مكي معناها يعني تو راجل يقول لك معناها نادي عكاشه مارس الدور الوسط كل الانظار متجهه الى خليفه نادي عكاشه ومجيء حتى نفي وحتى تكذيب رئيس الجمهوريه يفضلكم يفضلكم مش هذا اخطر سؤال حول حقيقه ما يتردد حول وجود صراع هي هذا ممكن سؤال داخل القصر اول من دفع الثمن هي السيده نادي عكاشه بين من ومن ممن يتشكل هذا أطراف هذا الصراع من هي هل هي فعلا وزير الداخلية ومن يقف وراءه هل هي العائلة التي بدأت حسب ما يتردد تأخذ في مكانها معناها داخل القرار السياسي داخل القصر قاعد هذا كله هل هم أعضاء الهيئة التفسيرية أو المناضلين متاع الحزب المرتقب للسيد الرئيس واللي كانوا في خلاف مع نادي عكاشة هل هم جماعة الجامعة معناها أكاديمية القانون الدستوري واللي متشكلين من السيد أمين محفوظ والصادق بالعيد ومحمد صالح عيسى وكانت نادية عكاشة رابع هذا المربع وهذو ما كل مختلفين شكون يجاوبنا على هذا الكل شكون يجاوبنا على كل هذه الأسئلة دفع الرئيس نحو برنامج البناء القاعدة شكون يجاوبنا بين المختلفين وللأسف ما عندك شكون يجاوب لأنه المعني الأول بالأمر سيد رئيس الجمهورية يراكم الأسئلة ولا يقدم الأجوبة شوفوا اليوم ناس جيل البلاتوات هنا وغير هنا يتكلموا باسم رئيس الجمهورية يشرحوا في مشروع رئيس الجمهورية رئيس ما أكدش إلى حد عمره ما طلع والتو على الأقل ما طلع باش يقول أنا راهو هذو ناسي والمشروع اللي يطرحوا فيه مشروعي أم لا سؤال أخير وسؤال آخر خليفة هل نحن بصدد صراع شقوق واختلافات في وجهة معقول هذا ما يشيع الآن هذا معقول ويدخل في صلب أدوار أي موظف داخل قصر كرتاج من سينوب نادي عكاشة في هذا المنصب مدير ديوان رئيس الجمهورية توقع كل الأنظمة وديوه قاعدة أسامي قاعدة تسرب وقاعدة أسامي تخرج لكن مازلنا في انتظار التعيين الجديد تعيين ولات عندك توا ولايات في تونس أربع شهور بلاش والي كيما المستير وكيما زغوان وهذا شيء محزن في بلاد ياخذ الوقت هذا إذا عندك برشا مؤسسات التوى بلاش رئيس مدير عام إذا عندك ثلاثة مؤسسات إعلامية وطنية تلفزة وطنية وغيرها بلاش رئيس مدير عام إلى اليوم تشوف أنت نوعية النسق السياسي الرئاسي وكم هو بطيء وكم هو متردد وكم هو متلكة وفي الحال هذه ما تنجم تكثر كان المزايدات وكان الشقوق وخاصة كان الإشاعات في ظرف بلاد ما تستحقش ما نستحملوش ما بلاد معناها كل دقيقة عندها وقتها ونهار راح على البلاد هذي عايشكم ومضايقكم ونمشي ونكملوا أخبارنا حتى احنا نهار راح على بقية الأخبار خاطر خذينا برشا وقت في الموضوع هذا لكن برشا أخبار منها حتى باش نوفيكم بتوصية اللجنة العلمية اللي اجتمعت اليوم بعد ظهر اليوم لكن قبل ذلك نشوفوا تصريح النائب في البرلمان المجمدة أعمال زهير المغزاوي يقول إنه حركة الشعب لن تشارك في الاجتماع اللي دعا ليه رئيس المجلس المجمدة أعمال رشد
بدل الغنوشي ويقول راني تلقيت على غرار كافة نواب الشعب إرسالية قصيرة. شنو هو مفادها نسمعه منه؟ ما زال لحد الآن مش مقتنع اللي الزمن متاعه انتهى واللي لم يعد رئيس مجلس النواب هو مش هذا فقط، هو كان يمارس ممارسة كان يصرف البيانات باسم رئاسة المجلس واللي هي مؤسسة غير موجودة في مجلس النواب الشعب أصلا. أعتقد هي محاولات يأسة من رشد الغنوشي اللي يقول للعالم قبل ما يقول للتوانسة، لأنه هو كان دائما معول على العالم وعلى التدخلات الخارجية أنه مزاير رئيس مجلس النواب، في حين أن كل التونسيين والتونسيات يعرفون رشد الغنوشي ومسؤوليته على هذه الأزمة ومسؤوليته على هذه الأزمة اللي مرت بها البلاد واللي كانت 25 جويلية هي فرصة لتصحيح كل الخراب اللي حصل في ظل عهد الغنوشي وفي ظل عهد حكم حركة النهضة. احنا غير معنيين، نحن نعتبر هذا قوة انتهاء، قوس الغنوشي انتهى في تونس ويعمل في محاولات يأسر أكثر والأقل ليصور العالم وكأنه ثم برلمان وهو بدل رئيس برلمان. هذا كان في تصريح لمزايكة فهم، مش خليكم تعلقوا على تصريح هذا قبل ذلك فاصل ثم نعود.